التكرير. التكرير نرى أمامنا على اللوحة تعريفه هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة هالارتعاد. شو سببه؟ نتيجة ضيق مخرجها. وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. لما منقول بتلاقي اللسان شو عم يعمل؟ في ارتعاد ضعيف. هذا ذكره سيبويه وغير سيبويه، ذكروا أن الراء فيها إيه؟ تكرير. فيعني كان سيدنا الجزري يعني كان دائما ينبه على إيه؟ عدم التكرير في الراء. ما قصده بالتكرير؟ التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء، وإلا فالتكرير صفة ثابتة للراء. انتبهنا كيف؟ لأنه هي يعني الراء إذا ضاق مخرجها إجباري شو لازم يصير اللسان؟ يرتجف فيها. الرحمن الرحيم، انتبهنا؟ قل ورائي الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. نعم. هون ممكن الإنسان يا أخواني يغلط أحد غلطين. الغلط الأول أنه يبعد لسانه زيادة عن اللزوم، وبالتالي الفجوة اللي تكلمنا عنها تكون واسعة جدا. انتبهنا؟ الرحمن يا الرحيم، تلاقي لسانه بعيد كتير، فبيطلع الصوت صوت فموي عائم هكذا. الغلط الثاني بالعكس، أن يحكم الإلصاق، أن يحكم الإلصاق ويغلق المخرج تماما، وبالتالي الراء بتصير كأنها شديدة، ها؟ لأن مخرجها صار مقفول تماما، لا هذا ولا ذاك. التفشي كما نرى هو انتشار صوت الشين من مخرجه، لأنه الشين تنشأ هنا، الشين ما تنشأ في الوترين الصوتيين، لأنه حرف ايه؟ مهموس. من الذي ينشأ عند الوترين؟ حروف المجهورة. انتبهنا؟ هلا اقول وين نشا حرف الفاء؟ عند الشفتين، عند بطن الشفة، باطن الشفة، مشان اخونا هذاك باطن الشفة، هنا نشا مين؟ حرف الفاء. ما نشا في بينما اقول تجد الصوت وين نشا؟ بالوترين. وضح اخواني؟ فالحروف المهموسه تنشا عند المخارج. فلما نقول من أين بدأت الشين؟ بدأت هنا، هواءها حيستمر بهذا الاتجاه، باتجاه خارج الفم. لما يصل إلى هذه المنطقة ينقسم الصوت إلى أو الهواء إلى ثلاثة أقسام. القسم العلوي منه يصطدم بالصفحة الداخلية لمين؟ للأسنان العليا. والقسم الأوسط منه يخرج إلى الخارج، والقسم السفلي منه يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا السفلى. القسم العلوي والسفلي يرتدان ويعودان لوين؟ إلى داخل الفم بحكم الاصطدام. فلما بيرجعوا شو بيصير بالفم؟ يعني يمتلئ بصدى هذا الحر أو بصوته. جرب الشيط شايف؟ فجزء. فلذلك يعني هو الأصل في التفشي هو قالوا الانتشار. ما الذي أدى إلى هذا الانتشار؟ أدى أن الصوت جزء منه اصطدم وارتد ورجع لورا إلى الفم. هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. انتبهنا؟ ما في حرف يعني يحدث في هذا بهذا الوضوح.
ممكن واحد يقول أص فيها، لكن مو بهذا الوضوح. لذلك في بعض المصنفين القدامى ذكروا من جملة حروف تفشي قالوا الصاد. انتبهنا كيف؟ واضح هذا الأمر؟ قولوا بعد إذنكم أش أش شا شاكرا شو شكورا شي. شو في كلمة قرآنية فيها شي مكسورة؟ شرع. ثم جعلناكم على شو الآية الكريمة؟ لكل جعلنا منكم. نعم شرعة ومنهاجا تشكرون من الشيطان الرجيم. واضح؟